ان البعير يبقى اصبح ويطلع بص في النهائي اللي هو بكم سيدتي وسادتي في هذا الفيديو اللي نتكلموا فيه على الدورة 11 اللي انتهت قبل قليل. واليوم ما نتكلموش على الكرة نهائيا. اللي بغى يغلب يغلب واللي بغى يخسر يخسر، هذا شغلكم. المشكل ماشي هو هذا، هو في الوقت اللي كنت انتظروا فيه القيام اللي اعطى والدروس اللي اعطى المنتخب الوطني المغربي في قطر، جينا للبطولة ونسودوا هنا الاولين، فالعكس الذي وقع. يعني المستوى التقني ديال جل المباريات متوسط ان لم اقل دون المتوسط، واللي مع كل اسف تنشوفوه هو شغب الجمهور مره اخرى. بعض الجماهير الوداديه المسافره لتطوان، واللي ماشي محسوبه على الوداد بل هي وداديه اللي مسافره لتطوان، فسدات نهائيا صوره الوداد، فخدشات صوره الكره القدم الوطنيه في الوقت اللي الوداد باقي لها اقل من شهر لتمثيل المغرب في كأس العالم الأندية للمغرب، ينضم إن شاء الله للمغرب ينضم إن شاء الله في بداية من فاتح فبراير، يعني على بعد 3 أسابيع فقط. جمهور الوداد الصورة اللي جبرت تعطيها للفريق ديالها هي الصورة ديال النهب والضرب وحرب العصابات داخل الأزقة، يعني بحال اللي كنا تنشوفوا راسنا يعني في شي دولة فيها الحرب مع كل أسف. وهذه هي الصورة اللي تدور اليوم في العالم كله، وهذو هما الفراقين اللي باغيين يكون عندهم فكرة على الوداد وعلى جمهور الوداد واللي جاي للمغرب كأس العالم الأندية، والناس اللي حتى هما يتفرجوا في كأس العالم الأندية. شنو هي الصورة الأولية اللي ياخذوا على جمهور الوداد؟ على الوداد هي هذه. فانا ما فهمش كيفاش الواحد يقول كذا ودادي وتيبغي الوداد ويخدش لها الصوره بالطريقه البشعه، بالطريقه لا اخلاقيه، بالطريقه اللي ما عندها حتى معنى وما عندها نهائيا حتى شرح. نشوفوا هذا الفيديو الاول ديال حرب الشوارع ونعود. لا يعقل حق هذا الفيديوهات، ما حاجه يبارك الله. شي حرب اهليه كاينه في شي بلد ديال الشرق الاوسط، سوريا ولا العراق، من تشوف هذه المناظر؟ علاش هذا الضرب وعلاش هذا الحجر وسط المدينه وحده سيارات؟ ما لهم ما داروا ما بهم ما عليهم، ما عندهم حتى علاقه بكره جبرهم، وبالتالي يجي يجبر سيارتهم هرس الله ماذا منكار. ولكن منين ما تعاقب جمهور الوداد في وجده السنه الماضيه عادي يديرها بحال هاد الشيء عاوتاني هاد السنه عادي. من بعد هاد حرب الشوارع واللي عرفات يعني الكسر زجاج العديد من السيارات ديال الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالكره، اللي يمكن ما يكونوش كاع عارفين واش تيطوان لعبه مع الوداد اليوم، اللي ربع عائله، اللي خدم حياته كلها باش يكون عنده طوموبيله لوليداته باش يديهم لحد الغابه، اليوم تيجي واحد السيد من كازا حيت تيقول لك راسو ودادي وتيسمح لنفسه باش يهرس ذاك الطوموبيله بدون حاسب او رقيب، الله ماذا منكر، الله ماذا منكر. فبعد داز داك الحرب بالشوارع مشينا للباب الملعب، وبزاف ديال جماهير الوداد بغات تسلق جدار ملعب ثانية تربل تطوان باش تدخل بدون تذكرة. هل منطقي؟ هل منطقي بالله عليكم باش الواحد يسافر من الدار البيضاء حتى لتطوان، يسافر من الدار البيضاء حتى لتطوان يدفع الوداد باش يحاول يدخل بلا ما يخلص التذكرة؟ واحد اللي ما عندوش حتى ثمن تذكرة ديال المباراة في ملعب ثانية تربل تطوان شنو ماشي يدير في تطوان؟ واش خلط الشغال؟ واش لونترينمون يعني الواحد تيمشي مع الموجه، تيمشي مع الجماعه وتيبدل كاع الشخصيه ديالو من تيكون داخل وسط الجماعه؟ هادشي كله يمكن نجبروا له الشرح في السوسيولوجيا وفي علم النفس، ولكن كره القدم ماشي مجبره باش تقبل وتقبل بحال هاد لي فينومين اللي تيهلكوا كره القدم بصفه عامه وتيهلكوا الفريق ديالهم اولا بصفه خاصه. يعني ما يمكنش الواحد خصو واحد يحشم يقول انا ودادي إذا كان ناوي يمشي يدير بحالة الشوهة في ملعب تطوان. نشوفوا الفيديو ونعود. لا يعقل أبدا أن نرى مثل هذه المشاهد في الملاعب الرياضية بعدما مررنا بكأس العالم وبالقيم ديال كأس العالم. جماهير الوداد الرياضي أو المحسوبة على جماهير الوداد البيضاوي، ولكن هما أكثر يحاولون تسلق
صور ملعب سانية رمل للدخول إلى الملعب دون تأدية تذكرة، فهل يعقل أن تذهب من الدار البيضاء حتى تطوان ولا تريد تأدية تذكرة؟ بهذه القيم التي تسوق على صورة ناديك العريق، واش دابا أنت ودادي وتدير هذا الشيء وتتقبل راسك بهذا الشيء باش الناس كلهم يشوفوه وهذا الشوها كلها ما حاش بها؟ لا يعقل نهائيا، يعني مشاهد ما يمكنناش نعاود نشوفها في الملاعب المغربية، ولذلك الجامعة واجب عليها باش تضرب بيد من حديد على مثل هذه التصرفات، وباش توقف كل جمهور مسيء للعبة، هاد المتطفلين على اللعبة. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. لا يعقل أبدا باش تسافر 400 كيلومتر من الدار البيضاء لتطوان وتمشي تحاول تسلق جدار الملعب باش تدخل. بعد الفيديو نشير فقط بأن كذلك وصلت المباراة، توقفت المباراة لبعض الدقائق لأن كانت رشخ في الحجارة بين جمهور الوداد المغربي التطواني. تنتمنى الله باش يوم الثلاثاء، ماشي دابا سيمانة بجوج سيمانة، يوم الثلاثاء اللجنة التأديبية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخرج قرار ديالها. هذوك الناس اللي وقفوا المباراة في وسط باين شكون منين جات، باين مسؤولية كل جمهور، توقيف يا كانوا جمهورين معا، توقيف جمهورين معا، ومنع فريق جمهور الوداد من السفر مع الوداد خارج الدار البيضاء حتى نهاية السنة. لا يعقل هادشي اللي وقع في تطوان هاد اليوم. وكان الجامعة وقفات رجل وضربات بيد من حديد من وقعوا احداث المأساوية ديال وجدة السنة الماضية ديال المباراة المودية والجية الشهيرة مع الوداد، كان هادشي ما يعاودش يوقع دابا. فلا يعقل بحال هاد الحوايج يبقاو يتشافوا في كرة القدم المغربية، لا يعقل. وياك الجامعة ما قادراش تاخذ قرارات جذرية وحاسمة ضد فرق اللي عندها الشعبية وعندها جماهير، فخص وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها وهي توقف هاد التنقلات وهي توقف الجمهور من الملاعب إذا كان الجمهور تيدير هاد الفوضى. فالجامعة هي اللي خصها دير هادشي، ما قاداش الله يحسن العون. فوزارة الداخلية خصها تحمل ممتلكات للغير، خصوصا الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بكرة القدم، وحتى الناس اللي ماشيين يدي وليداتهم باش يتفرجوا في ماتش الكرة يوم الأحد بعد الزوال بالنشاط وكل شيء، تيصدق راسو وسط واحد المعمعة البنية هو وليداتو الصغار، الوليدة يمكن يتبروتاليزاو نهائيا، والناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالكرة واللي ساكنين حدا الملعب، والناس اللي غير مستاسيوني الطوموبيل ديالهم وما عارفين حتى شكون لاعب، هاد الناس كلهم خص تحمل الممتلكات ديالهم، ما يمكنش تحمل الممتلكات ديالهم بدون قرارات جذرية واضحة. إلا ما كانش قد الجامعة فالوزارة الداخلية هي اللي مسؤولة، لأن هي اللي مسؤولة على الأمن داخل المغرب. ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال، ما يمكنش نعاود نتقبلوا بحال هاد الشغب اللي تيخدش صورة كرة القدم المغربية بواحد شهر بعد ملحمة قطر، وتيخدش صورة فريق الوداد البيضاوي اللي مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية في البلاد. يعني الدولة خسرت ملايير باش تنظم هذا الكأس، باش ما يجيش صورة الوداد وتخدش بهذه الطريقة قبل من ما تبدأ كأس العالم الأندية. تنتظروا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء قرارات حاسمة بعد هذه المباراة. وإلى اللقاء.